الجيد، هو ده المعلم الناجح اللي بيبدأ دايما يركز على أساليبه وطريقته، بتستخدم أسلوب كل أعضاء جسمها، مش هي واقفة كده متجمدة، لا بتستخدم البادي لانجوج، لغة الجسد، عشان تنوع من طريقة. انت النهاردة وانت بتكلم انسان او بتكلم طفل صغير وانت عامل له كده بدون مشاعر وبدون ان انت تعمل له اكسبريشن، تعبيرات، بالتالي عملية الاستيعاب، الموجات الصوتية اللي بتخرج من البني ادم او من الانسان او من المعلم، انا احب دايما، لازم دايما المعلمة بتكون ايه؟ المعلمة تطير كالفراشة، تطير كالفراشة وتلدغ كالنحلة. أنا عايز المعلمات يكونوا زي الفراشات، خفيفة خفيفة بتتحرك.